اما اقعد بقى اتفرج على التلفزيون شوية. الو، ايه يا حموكشة؟ بقولك انا قاعدة انا والعيال اسبوع كده عند امي. ايه بتقول؟ ايه؟ لا ما بقولش حاجة، بقول كده سيبوني لوحدي يخسى عليك. معلش هو اسبوع بس. ماشي ماشي ولا يهمك، اقعد براحتك. ماشي، عايزة حاجة؟ عايزة سلامتك يا حبيبي، مع السلامة. اخيرا هقعد كده مرتاحه في البيت لوحدي، ولا هروق ولا هطبخ ولا بس يا ولا بس يا بت ولا طلباته. احمدك يا رب. اروح بقى اعمل لنفسي كوبايه نسكافيه واقعد اتفرج على التلفزيون. يوه، حبكه النور يقطع دلوقتي. ايه ده؟ ايه اللي وقع ده؟ الصوت ده، وبعدين بقى الصوت ده. يا لهوي، فينك يا حموكشة؟ بصي هنا. يا لهوي، انتوا عفاريت؟ انصرفوا انصرفوا، لا تأذوني ولا أذيكم. ايه بطني، عايزة اعمل حمام، عايزة اعمل حمام وده. معلش ادخلي يا بنت الحمام، جوزي جوه. يا نهار اسود، الحمام جوزك جوه؟ هو انتوا احتلتوا الشقة؟ ما تخوفهاش بقى، ما فيش حد جوه، روحي ادخلي الحمام واحنا مستنيينك. بجد وحياة امك؟ ايوه عيب عليكي. ايه ده؟ هي قالت لي مفيش حد جوه، اجي الاقي اتنين؟ اعملي حمام متصدعيناش. اعملها ازاي دي؟ هنضير وشنا. لا والله. طب ما انتوا ممكن تطلعوا بره شويه لحد ما اخلص. طب ما احنا ممكن نختفي وانتي ما تشوفيناش ونشوفك برضه. يا لهوي، هو انت بتقرب ليه؟ ابعد. بتعملي بقى الحمام وخلصينا. خلاص عملت. مش عيب عليكي تبقي كبيرة كده وتعمليها على نفسك. ومش عيب عليكوا كده تطلعوا لوحدها ست. امشي امشي، متقرب. وبعدين بقى وانا كل ما اروح في حتة هلاقيكوا. الحمد لله النور جه. الو حموكشة، انت لازم تيجي دلوقتي. ليه؟ اللي حصل؟ عفاريت عفاريت يا حموكشة، طلعي عفاريت. يا لهوي، النور اتطفى تاني. انتوا تاني؟